السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا كيكات بدون فورم، كيجيو المذاق لذاذ بزاف وبسط في التحضير، كيجيو رائعين والشكل مختلف وخفاف ورطبين. خليكم على المقادير وطريقة التحضير، ما تنسوناش اضغطوا على زر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله، بالنسبة للمقادير كنحتاجو 2 معالق كبار ديال الزبدة، عندنا نص كاس ديال الحليب وافي تقريبا ما يعادل 125 ملل، 100 غرام ديال الشوكولاتة على هذا الشكل، 2 معالق كبار ديال السنيده اي السكر الخشن، معلقه كبيره عامره ديال الدقيق الفرص اي الدقيق الرطب، معلقه كبيره ديال الكاكاو شوكولاته غبره، 2 حبات تاع البيض. بسم الله، كناخذوا الحليب، كنصبوا الحليب اولا، كنصبوا فوق الزبده على هذا الشكل. الان كناخذ هذه الكاسرونه كنوضعها فوق النار حتى تذوب لينا هذه الزبده. بعد ما وضعنا الكاسرونه على النار كندوبوا الزبده على هذا الشكل حتى تذوب، كنطفي عليها النار. بسم الله، بعد ما حيدنا الكاسرونه من النار كنصبوا زلافه شوكولات، شوكولات الكاكاو كذلك، كنصبوا عليه هذا الحليب مع الزبده وهو سخون، وكنبقى نحركو فيه حتى تيدوب لينا مزيان. بعد ما مزجنا الخليط بحال هذا الشكل تنتركوه جانبا حتى نمزجوه مع المكون الاخر، ومن بعد ما يبرد. بسم الله، كناخذو دوك 2 بيضات، كنعزلو البيض البيض بوحدو وصفار البيض بوحدو، كناخذو البيض البيض وكنضربو مع سنيدة وكلش معاه كبار على هذا الشكل، كنضربوه مزيان حتى تيصبح لنا كثيف، كنبقاو نضربو فيه مزيان حتى تيصبح لنا، غنوريك الشكل كي تيولي. بسم الله، بعد ما ضربنا صبح الشكل هانتوما فين كتلاحظوا على هذا الشكل القوام ديالو. ضروري باش يكون عندنا هذا البيض البيض اللي ضربنا كيصبح على هذا الشكل، لانه كيدي الفعل ديال الخميره، ما كنديروش فيها الخميره، ولكن بمجرد ما تنطربوا على هذا الشكل راه كيتنفخنا الكيكه. هانتوما كي كتلاحظوا الشكل ديالها، ها واخا قلبناه اوكي. بسم الله، كناخذوا المزيج ديال الشوكولات كنزيدوا عليه البيض على هذا الشكل، هانتوما كي كتلاحظوا الصفار ديال البيض. دقيق وكنمزجو هاد المكونات مزيان، كيف ما تلاحظوا راه درنا هي معلقه كبيره ديال الدقيق، كنبقاو نمزجو مزيان حتى يمتزج لينا الصفار تاع البيض مع مزيج ديال الشوكولاته خليط الشوكولاته. بسم الله، الان غنخلطوا المزيج الاول مع المزيج الثاني بسم الله بركه الله، كنخلطو بشويه بشويه، حنا كنخلطو كنمشيو على هاد الشكل، كنطلعو من الفوق للتحت. كنحاولو هكا باش ما نهرسوش هذاك البيض البيض اللي طلعنا على هاد الشكل، كنديرو كذلك نفس الشكل. بعد ما مزجنا مزيان صبح على هذا الشكل الخليط، الان غنديرو في القوالب باش يطيب. الان كناخذ هذا الليمون الصغار، اللي ما متوفرش عنده يمكن ياخذ حتى هاد ليطاس الصغار هذا الشكل هما، وقبل ما كنديرو فيهم المزيج كناخذو واحد شويه الزيت وكندهنوهم مزيان. اما كنديروا الزيت ولا الزبده حسب متوفر عندكم، كنبقاو ندهنوا مزيان. بسم الله، الان كناخذوا هذا المزيج وكنعمروا هذا الليمون، وما كنعمروش بزاف، كنخلو واحد الثلث خاوي لان باقي كينفخوا لينا هذا الشكل. كنبقاو مستمرين كنعمروا جميع هذا الليمون.
بسم الله. الان غادي نوريكم لكم الطريقه كيفاش غنطيبهم كيف ما قلت لكم في اول فيديو بدون فرن. بسم الله. كناخذوا هاد الطاوه كنديروا فيها الماء كنتاكل ما حتى تيغلى وكنضعوا فيها الليمون. هانتوما كتلاحظوا الماء فين تيوصل على هذا الشكل. بعد ما وضعناهم كتكون النار مهيله ما بين مهيله متوسطه ما تشهدوش لهم النار بزاف. وكناخذوا على هذا الشكل كناخذوا هذا الغطاء وكنديروا فيه هذا الزيف هذا المنديل هذا الشكل باش الا غلى الماء ما ينقدش لنا الماء في وسط هذا الليمون اللي فيه الكيكه كيحبس داك الماء تيشرب داك البخار كيشرب حتى تشرب هذه الفوطه. ودرت هذا الشكل سديته مزيان باش تنستحكم وكنغطيه مزيان وكنتركو تقريبا 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. من بعد نحلوها كنشوف اش طاب ما طاب كنزيدوها حتى تطيب لينا كنقلوها. بسم الله. بعد ما مرات 45 دقيقه حتى لساعه على هذا الشكل كنحيدوا هذا الغطاء وكنتركوهم معريين وكنتركو تزيدو واحد 5 دقائق حتى تينشفوا هذا الشيء وكنطفي عليه النار كنقدمهم. بالنسبه للمقادير لاصوص كنحتاجو معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو الشوكولاط غبره، معلقه كبيره ديال الزيت، معلقه كبيره ديال السكر غبره السكر على هذا الشكل، عندنا تقريبا معلقه حتى جوج معالق ديال الحليب كبار. بسم الله. الان نحضروا لاصوص. يمكن تحضروا لاصوص يمكن حسب الاختيار ديالكم، يمكن تاخذوا واحد القطعه تاع الشوكولاط وتحكوا فوق هذوك الكيكات الصغيرين. كناخذوا كنصبوا كاكاو هذا الشكل، الزيت، السكر، السكر الغبره. بالنسبه لنا حنا في المغرب تنقول ليه السكر كلاصي. كنمزجوا هاد المكونات مزيان وكنصبوا الحليب مره الاولى هي نص حتى تنشوفوا واش يمكن نضيفو ولا ما نضيفوش وكنمزجوا مزيان. بعد ما مجنا المكونات اللي بغا يطلق على هذا الشكل يطلقها، اللي بغا يزيد واحد القليل من الحليب كنزيد شويه وكنمزج كنخلط مزيان كنبقى نحرك على هذا الشكل كتخلص لينا هاد المكونات مزيان. بسم الله. بعد ما طابو الكيكات ديالنا على صبحو على هذا الشكل، الان غادي نحاولو نحيدوهم من الجوانب على هاد الشكل باش هاهو الشكل ديالك كيجي كيجي رائع والمنظر غزال والتزيين تيبقى لكم حسب الذوق. وكنبقاو مستمرين حتى تنحيدو الكل. بسم الله. الان كناخدو كنزينو هاد لاصوص الصوص اللي سبقنا حطناه على الشكل. دائما الزين تيبقى لكم حسب الاختيار. النهائي ديال الكيكه بدون الفرن كتجي على هذا الشكل، كتجي مسفجه بزاف ورطبه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.